وعود ترنيم وعود للرب المعبود، برفع صلاة وتسبيح حمد وسجود. ترنيم وعود لإله الجود، بطلب ملك المسيح على حياتي يسود. من فيض القلب عرفان وحب، ترنيم جديد برنم للرب وغني لسيدي لحني وأناشيدي، ورنم لإلهي ما دمت موجود. ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود، ترنيم وعود. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أعزائي المشاهدين، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج ترنيم وعود. وزي ما تعودنا بهالبرنامج منرنم ترانيم جديدة، تقريبا أكثر من 90-95% من البرنامج من ترنيم البرنامج ترنيم لأول مرة بعملها في البرنامج. لكن مرات الرب بيشغلني وأنتم بتسألوني عن ترنيم معينة وعن بدايتي مع الترنيم. من أوائل الترنيم اللي سمعتها ترنيمة ما أبهج اليوم الذي أمنت فيه بالمسيح، كنت أسمعها دائما في البيت، والدتي بترنمها وهي بتشتغل في البيت. اللحن عجبني والكلام حلو بالنسبة لعمري، لكن ما عرفت معنى هذا الكلام إلا بعد ما فعلا اختبرت العلاقة الخاصة مع السيد المسيح. مش المسيحية لا تورث، ومش كل واحد مولود في بيت مسيحي يعني مسيحي. ما تسأل مين المسيحي، اسأل مين اللي عايش المسيح، مين اللي اختبر محبة هذا الإله العظيم وعايش في امتنان وفي شكر دائم وتسبيح دائم لهذا الإله العظيم اللي فيه علاقة هيام وحب بينك وبينه. كلام الترنيم بيبتدي بيقول ما أبهج اليوم والذي أمنت فيه بالمسيح، وأنا بسمع ما أبهج اليوم يعني يوم حلو أمنت فيه بالمسيح. لكن فعلا لما أنت بتآمن في المسيح رب ومخلص شخصي لحياتك وبتاخده طريقة عيش، هو قال أنا الطريق والحق والحياة، بتاخده طريق تمشي فيه، تاخده حق تشهد عنه، وتاخده حياة تعيشها يوميا. الحياة ما بتخلص، انت الحياة معه مستمرة، وعلاقتك محبتك معه امتنانك له مستمر. وهالترنيمة صلاة بصلي فيها انه يا رب اشكرك على انك عرفتني فيك. من فضلك يا رب كل اخو واخت عم بيسمعونا وبيشوفونا الان مش عارفينك بيسألوا عنك بيدوروا عليك، من فضلك يا رب، من فضلك تحنن وأظهر نفسك لمن يطلبوك. يا سيد أنت صادق ووعدك صادق، أنت قلت لا يخزى منتظريك. لو أنت طالب الرب بصدق اليوم، لو طالبة ومنتظرة، صدق وآمن إنك ستلتقي بهذا الإله العظيم ورح تعرفه، لأنه هو فاتح إيديه وجاهز يعرف نفسه بالكل. الإله الواحد الذي لا شريك له، هذا اللي احنا بنعبده المسيحيين. تعالوا نرنم له بترنيمة مش جديدة، لكن هو قال رنم للرب ترنيمة جديدة. يعني حتى الترنيمة القديمة قل له يا رب ساعدني أرنمها بتجديد ذهني بعمق أبعد، ساعدنا يا رب نرنم لك اليوم. نقول لك ما أبهج اليوم الذي آمنت فيه بك، لك كل المجد. تعالوا نرنم مع بعض. Thank you.
أبهجان يوم الذي آمنت فيه بالمسيح، أضحى سروري كاملا ورن صوتي بالمديح، حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد، يوم اختصاصي بالوحيد. بجاذب الحب أتى، فيا لحب فائق وردني إلى الهدى بفضل عهد صادق، حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد، يوم اختصاصي بالوحيد. نعم عهد ضمني إلى مخلص الأمين، إني لربي وهو لي دوما لدهر الدائرين، حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد، يوم اختصاصي بالوحيد. ثبتني وكن ممتلكا إرادتي، درب حياتي سيدي بمبهج القداسة. قل يا رب، يا رب ثبتني وكن ممتلكا إرادتي، درب حياتي سيدي بمنهج القداسة، حبي لفادي المجيد يوما فيوما سيزيد، عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد، عمر جديد يوم سعيد يوم اختصاصي بالوحيد، يوم اختصاصي بالوحيد. ترنيمة وعود. ما أبهج اليوم الذي معمول على مقام الإف ميجر أو عجم الفا،
وزي ما سبق وشرحت إنه في ترانيم الغربية إجمالاً نلجأ للكيز اللي بنستعملها في الترنيمة أو الكورز، الأكورز المستعملة هي 1 و4 و5. شو بعني بهالحكي؟ إنه واحد لو فرضنا الإف اللي هو 1، F G A B، F G A B، البي بتكون بي فلات أو سي بيمول. 1 2 3 4، so F B flat، F G A B C دو، وF مرة تانية. وفي مئات يمكن آلاف الترانيم مكتوبة على هالتلات كوردز اللي هو 1 و4 و5. طبعا مش دايما على الF، لكن دايما درجة الأولى والرابعة والخامسة. الأولى فا، والرابعة بي فلات، والخامسة دو. رح تلاقوها في كتير ترانيم. ولو أنت عرفت تعزف هالأكوردز أو الكوردز على الجيتار مثلا، ممكن ترافق مئات الترانيم. قبل ما أودعكم نسمع تقسيمي على هالمقام، بصلي الرب يكون معكم دايما ويدوم فيكم سلام المسيح. ترنيمة وعود.